مرحبا بكم مره اخرى في استديوهات برنامج الماتينال. وقت باش نحكيو على لابليكاسيون دو ليفريزون ياسر اكسبريس اللي ديما حاضره معنا بلي بون بلون. واليوم باش نحكيو على ريستورون عنده اكثر من بوان دو فونت في تونس الكبرى وفي سوسه. دونك كانك في دارك ولا في الخدمه وتحب تكماندي فطور بنين، نجم تكماندي اعز بيتزا من عند بابا جونز اللي تلقاوه موجود على لابليكاسيون ياسر اكسبريس، وين تنجموا تختاروا البيتزا بلي زانغريديون اللي تحبوا عليها وتعديو الكوموند بكل سهوله. وزيد معاها كل نهار الجمعه كيما اليوم ريدكسيون توصل 50% على لي كوموند نتاعكم الكل. مالا كانك مازلت ما عديتش الكوموند نتاعك من عند بابا جونز، تيليشارجي توا لابليكاسيون ياسر اكسبريس وليفرور يوصلك البيتزا لوين انت موجود. نمشيو نخدموا مع لي شيف. يعطيك صحة فاطمة، أكيد وصلنا الختام. شيف فتحية تذكرنا بهالجاتو البني اللي حضرتونا. ألوغ أنا اليوم حضرت جاتو بالتمر، توا السيزون بتاع التمر، بروفيتي من التمر ومن الحاجات البنينة اللي فيه، وعملته بالفارينة وردة فارين كومبليت اللي نورمالمون يعملوا بها خبز، مي احنا نجموا نعملوا بها جاتوات بيسكوي برشا حاجات، فيه زبدة مرياح، فيه شوية عظم كربوناتو، سورتو تمر. وانا في العاده نستعمل فيه تمر السكر، سكر التمر، سكر التمر، يعطي نكهه بنينه، يزيد يقوي ينطق مطعم التمر اكثر. طيبوه في كوشه سخانتها 180، دوبا ترميوه طيحوه ل 170 حتى لين يطيب بالكدا، هو سخون. تعملوا له جوست دهنه على وجهه بالمعجون سيكام الكرموس وتخليوه يبرد قبل ما تفرغوه. انا قصيته ورشمته ديجا، خاطر لو كان ما يبردش العسل نتاع التمر يبدا مازال معسل بالسخانه، ما تنجموش نحيوه بسهوله، خليوه يبرد بالكدا ومن بعد تنحيوه وتاكلوا بالشفاء. هذه دبارتي اليوم، ان شاء الله نهار جديد ونقول لكم بون ويكاند. يعطيك الصحه الشيف فتحيه. مشاهدينا انا اليوم حضرت لكم زوز وصفات. الوصفه الاولى كانت هالجراتان البني اللي شفناه حضرناه بالشوفلور ولا البروكلو. يكفي انك تصمت البروكلو نتاعك في شويه ماء وخل باش تنحي له الصفوريه نتاعو، شويه ملح ما تكثرش، من بعد سقطر البروكلو بالكدا بالكدا، تعمل في القاع نتاع الطبق نتاع الكوشه شويه صوص تومات بيتزا من عند سيكام المفوحه بالاوريغون والبازيليك، نخلطوا معاها شويه زيت زيتونه ونرصفوا المشامم نتاع البروكلو نتاعنا، فوق منهم نحضر لهم بشاميل فيها 80 غرام فرينه 80 غرام زبده، يبقوا شويه على النار مع بعضهم، ومن بعد نصب عليهم الحليب بارد ونخليهم على النار مع التحريك متوسط كيف اللي يولوا عندهم قوام كريمي. دونك على وجه البشاميل بعد ما صبيناها على كعبه البروكلو فوق حطيت الفروماج غريير من عند مرياح، الغريير اللي جينا رابي حاضر باش ونعرفوا اللي مرياح الفروماج نتاعها الكل 100% حليب يذوبوا يعطينا تكستور ممتازه ويعطينا نكهه بنينه. هذه بالنسبه للغراتان. بالنسبه للطبق الموالي اللي تشوفوا فيه اليوم حبينا نحضروا مرقه مارح بالسفن. السفن نتاعنا قلت لكم ما حبوش قوي، ينجم يعمل بلونشي، ياخذ الماء في طنجره يحط كعبات السفن، شعل عليهم النار، دوبا باش يهز غلوه يعمل لك الرغوه من فوق نحيوها، ناخذوا كعبات السفن نتاعنا نشلوهم من ماهم ودمهم، ومن بعد نعديوهم للصوص اللي حطينا فيها بصل كاراميليزي، خليناه ذب الليل حمار لونه، زدت معاه كعبات السفن، زدت معاهم الطومات كونكاسي من عند سيكام، خذيت الطماطم المدشه مقصوصه مكعبات، حطيتها تقليت مع شويه ثوم شويه ملح فلفل اكحل، حطيت لهم شويه فلفل زينه باش يعطيني توزويزه، كان تحبوا زيدوهم شويه كركم وشويه تابل هنا الاختيار ليكم. بعد ما مرقت الصوص خليتها غليت في الاخر زدتها الفاريونت نتاعنا المالح، بعد ما غسلته بيان سور نظفته بشويه ماء دافي باش تنحى الملح نتاعو للماكسيموم، ومعاهم حطيت جرينات فلفل دونك البيمونت كيانك الاحمر المزيان، تزيدوا الزكي والنكهه بالثوم وتطفيوا عليهم وتقدموهم وهما سخونين مع طريف خبز، والا تنجموا تعملوا لهم شويه مقرونه والا شويه روز هكا تكون عندكم حاجه تشبع. صحه وبالشفاء لكم مشاهدينا، تستنونا في دباره جديده على قناه 9 في برنامج الماتينال كل يوم في نفس التوقيت. الى اللقاء. مشكورين لي شيف. انا بدي نشكر سنتر ديستيك باك ستيج، تلقاو في العوينه باج فيسبوك وانستغرام باك ستيج، تلقاو تليفوناتهم تاخذوا لي رونديفو تعرفوا لي فورفي. كيما نشكر زاده سي ان ديم البوتيك اللي تلبس فيه، تلقاو في طريق سكرا باج فيسبوك وانستغرام سي ان ديم سكرا. ميرسي انزو شوز، نلقاو في المنزل سابا بعد سنتر كرام باج فيسبوك انزو شوز، انستغرام انزو شوز اوفيسيال، تلقاو اصبابط اللي تفرح النساء والرجال والكبار والصغار، وديما المراه اللي ساقها توصل لحد 43 تلقى صبات اللي واتاها من عند انزو
شوز. ميرسي بوكو فريق الاعداد زميلتنا هلا بن جمعه، ميرسي بوكو الفريق التقني، ميرسي بوكو جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ما تنساوش تمشوا للبلفيدير نهار الاحد وتعملوا مارش وتنجموا زاده تعملوا تشخيص اذا كان عندكم لا قدر الله مشكله في الانسداد الرئوي المزمن، هكا تمشوا تتعرفوا تلقاو ليزابليكاسيون غاديك عندهم ابليكاسيون تعرف حتى العمر نتاع الريه نتاعك ليفينمون هذا امذا لابوغاتوار اوباليا ريكوردارتي. ميرسي بوكو لابوغاتوار هذا وميرسي بوكو زاد انتم جمهورنا العزيز على الوفاء البرنامج الماتينال ملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين بسلامه. حسيت روحك تعبت وتسد عليك نفس بيان سور تظهر لك حاجه نورمال ملي تقوم الصباح تشد الكحه تحس روحك باش تتخنق بيان سور تظهر لك حاجه نورمال في كل تبديل طقس تظهر برونشيت بيان سور تحسها حاجه نورمال في بالكم اللي الاعراض هذه تنجم تكون علامات مبكره لمرض الانسداد الرئوي المزمن ملي شد عندك نهار الاحد يوم 21 نوفمبر بمناسبه اليوم العالمي لمقاومه مرض الانسداد الرئوي المزمن وبالتنسيق مع مختصي الامراض الصدريه تنظم مخابر اوباليا ريكورداتي مارش في البلفيدير تحت شعار خذ نفس وهذا الكل خاطر صحتكم عزيزه علينا. مخابر اوباليا ريكورداتي يخلي لك صحتك. يا اللي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا وردة سرنا المحبة تن البدر صحة ونكهة وبنا عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر انت الحرة بين انساهم انت الفن وانت للاهم تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة طيب نقلي ولا نشوي معونا كله ما يلصق شي فوق الغاز ولا في الكوشة كي تغسل ما يتجرح شي هذا المعون وهذه أحسن جودة خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة ما في السوق يكون باقي العائلة بيديك انتي تحمل وتمنى المائدة OMS كوزيني أوترمون ليبرتا للأسفار والسياحة حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا